بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلاب المرحلة الثانوية في مراجعة مقرر رياضيات 2. بإذن الله سوف نبدأ بمراجعة الفصل الثالث التحويلات الهندسية والتماثل، وسوف نستعرض الدروس التالية الانعكاس والإزاحة والدوران. أخذنا سابقاً التحويلات الهندسية وتناولنا فيها الانعكاس والإزاحة والدوران، وكذلك مثلناها في المستوى الإحداثي. واليوم بإذن الله سنبدأ مراجعة درس الانعكاس برسم صورة مضلع بالانعكاس حول مستقيم، ورسم صورة بالانعكاس حول مستقيم أفقي أو رأسي، ورسم الانعكاس حول المحور X أو حول المحور Y، ورسم صورة شكل بالانعكاس حول مستقيم Y تساوي X، وكذلك سوف نراجع الإزاحة أو ما يسمى بالانسحاب برسم الإزاحة في المستوى والإزاحة في المستوى الإحداثي ووصف الإزاحة. ودرس الدوران سوف نراجع فيه رسم الشكل الناتج عن الدوران والدوران في المستوى الإحداثي. نبدأ بسم الله بمراجعة الدرس الأول الانعكاس. نفتح جميعنا الكتب على صفحة 118. الانعكاس حول مستقيم. الانعكاس حول مستقيم ينقل النقطة إلى صورتها كما يأتي. إذا كانت النقطة واقعة على محور الانعكاس كما لدينا الآن A تقع على نفس محور انعكاس K، فإن صورتها هي النقطة نفسها وتسمى A شرطة أو A داش. أما إذا كانت النقطة غير واقعة على محور الانعكاس كما في الشكل المجاور A لا تقع على محور الانعكاس، يكون محور الانعكاس هو العمود المنصف للقطعة المستقيمة التي تصل بين A وصورتها A داش. تدريب 1 صفحة 122. ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم المعطى. نلاحظ أمامنا أن الشكل مثلث والمستقيم المعطى هو A ونسميه محور الانعكاس، مع ملاحظة أن لدينا أحد رؤوس المثلث تقع على نفس محور الانعكاس. لرسم الشكل سوف نتبع 3 خطوات. الخطوة الأولى، نرسم مستقيما يمر بكل رأس من رؤوس المثلث ويكون عمودي على المستقيم A باستعمال مثلث الرسم، مع مراعاة أن النقطة الواقعة عليه صورتها هي نفسها. الخطوة الثانية، نقيس المسافة بين النقطة التي اخترناها والمستقيم A أو محور الانعكاس باستعمال الفرجار، ونعين النقطة الصورة C مثلا C داش، بحيث يكون المستقيم A العمود المنصف بين النقطة وصورتها. الخطوة الثالثة والأخيرة، نكرر الخطوة 2 لتعيين صورة النقطة الأخرى، ثم نصل بين الرؤوس الثلاثة لتشكل صورة المثلث الناتجة عن الانعكاس. نبدأ الآن بالتمثيل. أولاً النقطة D سوف تكون صورتها هي نفسها. لماذا؟ لأنها تقع على محور الانعكاس A، إذن D هي نفسها D داش. نرسم الآن المستقيمات من عند النقطتين C و F بحيث تكون هذه المستقيمات عمودية على محور الانعكاس A باستخدام مثلث الرسم، ثم نقيس المسافة بين كل من ال F وال C ومحور الانعكاس عن طريق الفرجار. إذن نمسك النقطة F أولاً، نفتح الفرجار بالمسافة من F إلى محور الانعكاس بالشكل التالي، ثم ننقل الفرجار إلى الجهة الأخرى ونقيس بنفس الفتحة، نختار النقطة F داش. وكذلك بالنسبة للC، نفتح الفرجار على المسافة من C إلى محور الانعكاس A، ثم نحرك الفرجار للجهة الأخرى حتى نعين النقطة C داش، ثم نصل بين النقاط الثلاثة لنحصل على المثلث
الناتج عن الانعكاس حول المحور A D داش C داش F داش. تدريب 6 صفحة 122. مثل بيانيا صورة المثلث ABC المبين جانبا بالانعكاس حول المستقيم X يساوي 3. بما أن لدينا الآن شبكة إحداثية، إذن سوف نستعمل خطوط هذه الشبكة لإيجاد النقطة المناظرة لكل رأس، بحيث يكون المستقيم X يساوي 3 هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين كل رأس وصورته. نبدأ الآن التمثيل. أول خطوة رسم المستقيم X يساوي 3 الذي هو محور الانعكاس. إذن على محور X عند النقطة 3 سوف نرسم المستقيم X يساوي 3، ثم نأتي لتعيين صور النقاط A و B و C. من عند النقطة A سوف نرسم مستقيم عمودي على المحور X يساوي 3، ثم نحسب المسافة بين الـ A والمحور بالوحدات. لدينا من المحور إلى A وحدتين، إذا نأخذ من الجهة الأخرى من المحور X يساوي 3 وحدتين أيضا، ونعين النقطة A داش. وبالمثل نرسم مستقيم من عند النقطة B عمودي على المحور X يساوي 3، ونحسب كم عندي من وحدة بين الـ B والمحور، نلاحظ وحدة واحدة. نأخذ من الجهة الأخرى أيضا من المحور وحدة واحدة، ونعين النقطة B داش. كذلك بالمثل النقطة C نرسم مستقيم عمودي على المحور X يساوي 3، ثم نحسب كم وحدة لدينا من C إلى المحور 1 2 3 4. نأخذ من الجهة المقابلة من المحور 1 2 3 4، ونعين النقطة C داش، ثم نصل في الخطوة الأخيرة بين هذه النقاط الثلاثة للصور، نحصل على المثلث A شرطة B شرطة C شرطة وهو المطلوب. نوجد الآن الانعكاس حول المحور X أو حول المحور Y. نبدأ بالانعكاس حول المحور X. لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المحور X نضرب الإحداث Y بسالب 1، أي أن إذا كان لدينا النقطة إحداثياها X و Y، الـ X ستظل ثابتة والـ Y نضربها بإيش سالب 1، أو بمعنى آخر نغير إشارتها. في الشكل أمامنا 4 و 1، ثبتنا الأربعة، والواحد ضربناه بسالب فأصبح سالب 1. هذا الانعكاس حول المحور X. أما بالنسبة للانعكاس حول محور Y، فلتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول محور Y نضرب الإحداث X بسالب 1. النقطة إحداثياها X و Y، سوف نغير إشارة الـ X أو نضربها بسالب 1، أما الـ Y نثبتها. في الشكل لدينا النقطة إحداثياها سالب 2 و 3، نلاحظ أن صورتها بالانعكاس حول محور Y نلاحظ أنها سالب 2 ضربناها بسالب أو غيرنا إشارتها أصبحت 2، لكن الثلاثة ثابتة. إذن في الانعكاس حول محور X نثبت الـ X ونضرب الـ Y بسالب 1، في الانعكاس حول محور Y نثبت الـ Y ونضرب الإحداثي X بسالب 1. نأتي الآن للانعكاس حول المستقيم Y يساوي X. هنا لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المستقيم Y يساوي X، بدل موضعي الإحداثيين X و Y، مجرد تبديل، أي أن النقطة X و Y تصبح صورتها Y X. مثال من الشكل عند النقطة A سالب 5 و 2، سوف تصبح صورتها بالانعكاس حول المستقيم Y يساوي X 2 وسالب 5 فقط، تبديل الإحداثيين.
تدريب صفحة 122، مثل كل شكل مما يأتي بيانياً ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد. رقم 7، المثلث XYZ الذي إحداثيات رؤوسه X04، Y سالب 3 و4، Z سالب 4 وسالب 1 بالانعكاس حول المحور Y. إذن حتى نوجد صور بانعكاس حول محور Y نثبت من؟ ال Y، ممتاز. ونضرب ال X بماذا؟ بسالب 1. إذن كل نقطة X و Y سوف تصبح صورتها سالب X و Y. عندي ال X 0 و 4، نثبت الأربعة ونضرب الصفر بسالب 1 ليصبح 0. مثل هذه النقطة تسمى نقطة ثابتة، لماذا؟ ممتاز، أن أصبحت الـ X هي نفسها X داش، هي نفسها صورتها، فلذلك نسميها نقطة ثابتة. نأتي للـ Y سالب 3 و 4، صورتها نثبت الـ Y ونغير إشارة الـ X أو نضربه بسالب 1 لتصبح Y داش 3 و 4. والزد كذلك سالب 4 وسالب 1، نثبت السالب 1 الواي ونضرب السالب 4 بسالب فتصبح الزد داش 4 وسالب 1. نبدأ الآن بالتمثيل البياني للمثلث XYZ بتعيين نقاطه X وY وZ على المستوى. النقطة الأولى X 0 و 4 على المحور Y، النقطة الثانية Y سالب 3 و 4، النقطة الثالثة Z سالب 4 وسالب 1. نصل بين جميع هذه النقاط الثلاثة لنحصل على المثلث XYZ. نأتي الآن لرسم المثلث X'Y'Z' الناتج عن الانعكاس حول المحور Y. نعين النقطة X'04، نفس النقطة الأولى X04 لأن قلنا سابقا أنها نقطة ثابتة. Y داش 3 و 4، Z داش وهي 4 وسالب 1. نصل بين النقاط الثلاثة لنحصل على المثلث الصورة. نكمل على التدريبات صفحة 122. تدريب 9، الشكل الرباعي الذي إحداثيات رؤوسه J سالب 3 و 1، K سالب 1 و 3، L 1 و 3، M سالب 3 وسالب 1 بالانعكاس حول المستقيم Y يساوي X. نتذكر مع بعض القاعدة لY تساوي X. ممتاز، فقط نبدل الإحداثيان. إذن أي نقطة في هذا التدريب سوف نبدل إحداثياها بحيث يكون X و Y سوف تكون Y و X. النقطة الأولى J سالب 3 و 1 سوف تصبح J داش، ممتاز، 1 وسالب 3. كذلك الـ K سالب 1 و 3 سوف تصبح K داش 3 وسالب 1. الـ L 1 و 3 سوف تصبح L داش 3 و 1. النقطة الأخيرة M سالب 3 وسالب 1 سوف تصبح M داش سالب 1 وسالب 3، فقط تبديل الإحداثيات. نأتي الآن للتمثيل البياني لكل من الشكل الرباعي الأساسي والشكل الرباعي الصورة الناشئة عن الانعكاس حول المستقيم Y تساوي X. النقطة J سالب 3 و 1 والنقطة K سالب 1 و 3، النقطة L 1 و 3، النقطة M سالب 3 وسالب 1. نصل بينها لنحصل على الشكل الرباعي المطلوب. أما بالنسبة للصورة J داش 1 وسالب 3، K داش 3 وسالب 1، L داش 3 و 1، M داش سالب 1 وسالب 3. نصل بين هذه النقاط الأربع أيضا لنحصل على الشكل الرباعي، صورة الشكل الرباعي المعطى J K L M بالانعكاس حول المستقيم Y تساوي X. راجعنا في هذا الدرس الانعكاس في المستوى الإحداثي أن لدينا ثلاث قاعدات للانعكاس، إما الانعكاس حول محور X أو الانعكاس حول محور Y
أو الانعكاس حول المستقيم y تساوي x. ننتقل الآن لمراجعة الدرس الثاني الإزاحة أو الانسحاب. نفتح الكتب على صفحة 126. مفهوم الإزاحة أو الانسحاب: تنقل الإزاحة كل نقطة إلى صورتها مسافة محددة وفي اتجاه محدد يسمى اتجاه الإزاحة. فالإزاحة التي تنقل النقطة A إلى صورتها A' تنقل نقاط الشكل جميعها أيضاً. يعني لو كان لدينا شكل وأردنا إجراء إزاحة عليه، فإننا نلاحظ أن هذه نقاط الشكل تنتقل جميعها، بحيث أن مقدار الإزاحة بين نقطة وصورتها راح يساوي نفس مقدار الإزاحة بين A وA'. أيضاً القطعة المستقيمة التي تصل بين، هنا لو سميناها B وهذه B'، القطعة المستقيمة بينهما توازي القطعة المستقيمة الواصلة بين A وA'. تدريب 1 صفحة 129. ارسم صورة الشكل الناتج عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى A'. الآن لدينا AA' يعطينا اتجاه الإزاحة ومقدار الإزاحة للمثلث الموجود أمامنا الآن BCD. للحل سوف نتبع 3 خطوات. أولاً، باستعمال المسطرة ومثلث الرسم نرسم من كل الرأس من رؤوس المثلث BCD مستقيماً يوازي AA'. الخطوة الثانية، نقيس طول AA' ثم نعين على المستقيم المار بالرأس B نقطة B' التي تبعد عن B في الاتجاه من A إلى A' مسافة تساوي AA'. الخطوة الأخيرة، نكرر الخطوة الثانية لتعيين C' و-D' ثم نصل بين هذه الرؤوس C' D' B' لتشكيل صورة المثلث الناتجة عن الإزاحة. نأتي الآن للتمثيل. أول خطوة، رسم المستقيمات الموازية لـ AA' من رؤوس المثلث B, C وD. الخطوة الثانية، تعيين النقطة B' بحيث تكون المسافة بين B وB' يساوي المسافة بين A وA', وهو ما يسمى بمقدار الإزاحة، وبالمثل كل من D' وC'. ثم الخطوة الأخيرة، نصل بين هذه الرؤوس الثلاثة لنحصل على المثلث المطلوب. مفهوم الإزاحة في المستوى الإحداثي: لإزاحة نقطة ما مسافة A وحدة أفقياً وB وحدة رأسياً، نجمع A إلى الإحداثي X وB إلى الإحداثي Y. فعند إزاحة نقطة في المستوى سوف تكون لدينا حركتان: حركة أفقية مع المحور X وحركة رأسية مع المحور Y، بحيث تكون صورة أي نقطة في المستوى الإحداثي XY بتكون بالصورة X نجمع معها A الحركة الأفقية، Y نجمع معها B الحركة الرأسية. ونقصد بالحركة الأفقية والرأسية يمين يسار أفقي وأعلى أسفل رأسي. نأتي الآن لحالتين. عندما تكون البي تساوي صفر، أي أن قيمة البي نضعها بصفر، هنا صورة النقطة إكس واي في هذه الحالة تكون إكس زائد A والواي. إذا نلاحظ أن الحركة أفقية فقط، فتكون إزاحة أفقية فقط. لكن عندما تكون الـ A صفر، أي أن النقطة XY صورتها بالإزاحة X و Y زائد الـ B، في هذه الحالة نلاحظ أن الحركة فقط مع الرأسي، إذا تكون إزاحة فقط رأسية. تدريب 5 صفحة 129. مثل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة بيانياً. المثلث DFG
الذي إحداثيات رؤوسه D سالب 8 و 8 F سالب 10 و 4 G سالب 7 و 6 أزيح وفق القاعدة X و Y بحيث أن الـ X زائد 5 والـ Y ناقص 2. نفسر الآن قاعدة الإزاحة. X زائد 5 أي 5 وحدات يمين، Y ناقص 2 إذن وحدتين لأسفل، السالب إما أسفل إذا كان رأسي أو يسار إذا كان أفقي، والموجب إما يمين إذا كان أفقي أو أعلى إذا كان رأسي. إذن قاعدة الإزاحة 5 وحدات يمين ووحدتين أسفل. نأتي الآن لإيجاد صورة كل نقطة بناء على هذه القاعدة. الدي نجمع 5 مع سالب 8 ونطرح 2 من 8 في الواي، نوجد الناتج سالب 3 و 6. الإف نفس الطريقة، نطبق عليها القاعدة بجمع 5 لإحداث الإكس وسالب 2 من واي ويطلع الناتج سالب 5 و 2. وكذلك الجي نجمع 5 للسبعة ونطرح 2 من الستة لنحصل على الناتج سالب 2 و 4. نأتي الآن للتمثيل البياني. سوف نمثل المثلث DFG في المستوى. الD سالب 8 و 8، الF سالب 10 و 4، والG سالب 7 و 6. نصل بين النقاط لنحصل على المثلث المطلوب، وأيضا نعين رؤوس المثلث الناتج عن الانسحاب D-F-G- حسب القاعدة المذكورة في المسألة، لتكون D- سالب 3 و 6 و F- سالب 5 و 2 G- سالب 2 و 4. ونصل أخيرا بين النقاط للحصول على المثلث الصورة الناتج من الانسحاب المعين حسب القاعدة. تدريب 10 صفحة 139. يكتب سامي قصة مصورة وهو يستعمل ورق الرسم البياني ليتأكد من أن قياسات الأشكال التي يرسمها دقيقة. إذا تم رسم مستوى إحداثي ونحلتين كما في الشكل، فما الإزاحة التي تنقل النحلة الأولى إلى موقع النحلة الثانية؟ نلاحظ الإزاحة الأفقية إلى اليمين من نحلة واحد إلى نحلة اثنين، نحسب الوحدات 1 2 3 4 5 6. إذن يمين 6 وحدات، ثم انتقل إلى الأعلى، إذن رأسي أعلى وحدة واحدة. إذن ستكون القاعدة XY X زائد 6 6 وحدات يمين، وY زائد 1 أي أن وحدة واحدة أعلى. في هذا الدرس راجعنا الإزاحة ووجدنا أن هنالك ما يسمى بقاعدة الإزاحة تعتمد على الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية. ننتقل الآن لمراجعة الدرس الأخير في هذه الحصة، الدوران. نفتح الكتب على صفحة 133. مفهوم الدوران. الدوران حول نقطة ثابتة تسمى مركز الدوران بزاوية معينة قياسها X، وفي اتجاه معين يحول النقطة إلى صورتها، بحيث إذا كانت النقطة هي مركز الدوران فإن صورتها هي النقطة نفسها، وإذا كانت النقطة غير مركز الدوران فإن النقطة الأصلية وصورتها تبعدان المسافة نفسها عن مركز الدوران، والزاوية المتشكلة من النقطة ومركز الدوران والصورة تسمى زاوية الدوران، وقياسها يساوي X درجة. لدينا ثلاث دورانات أساسية سوف ندرسها في الدوران في المستوى الإحداثي. أولاً الدوران بزاوية 90. عند تدوير نقطة بزاوية 90 عكس اتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل، أضرب الإحداثي Y في سالب 1 ثم بدل موقعي الإحداثيين X و Y، أي أن أي نقطة مثلاً عندي الآن B 5 و 2 حتى أجري لها دوران بزاوية 90 درجة عكس عقارب الساعة، إذن أضرب الإحداثي Y 2، أضرب بسالب 1
ثم أبدل موقعي الإحداثيين بيكون سالب 2 و5، إذن ضرب مع تبديل. أما الدوران بزاوية 180 درجة فعند تدوير نقطة بزاوية 180 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل نضرب كل من الإحداثيين XY في سالب 1، أي أن XY تتحول إلى سالب X وسالب Y في الشكل أمامنا. البي 5 و2 ضربنا كل من الإحداثيين بسالب 1 لنحصل على بي داش سالب 5 وسالب 2. أما بالنسبة للدوران بزاوية 270 درجة فعند تدوير نقطة بزاوية 270 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل نضرب الإحداثي X في سالب 1 ثم نبدل إحداثيين عكس الدوران 90، أي أن نضرب الX بسالب 1 ونبدل موقعي الإحداثيين. فلو كانت لدينا النقطة B 5 و2 بدوران بزاوية 270 فإن نضرب الإحداث الX الخمسة نضربها بسالب ونبدل أماكن الإحداثيين. تدريب 3 صفحة 136 إحداثيات رؤوس المثلث DFG هي D سالب 2 و6 F 2 و8 G 2 و3. مثل بيانيا المثلث DFG وصورته الناتجة عن دوران بزاوية 270 حول نقطة الأصل. دوران 270 نضرب الإحداثي X بسالب 1 ونبدل إحداثيين. دوران 90 نضرب الإحداثي Y بسالب 1 ونبدل إحداثيين. أما دوران 180 فنغير فقط إشارات الإحداثيين أو نضرب الإحداثيين بسالب 1. نأتي الآن للحل. إذا بما أنه 270 سوف نضرب الإحداثي X لكل رأس بسالب 1 ثم نبدل إحداثيين لنحصل على الدي بتكون صورتها دي داش 6 و2، الإف صورتها إف داش 8 وسالب 2، الجي صورتها جي داش 3 وسالب 2. نلاحظ في كل نقطة ضربنا الإحداثي X بسالب 1 ثم بدلنا الأماكن. سوف نمثل الآن بيانياً المثلث DFG بتعيين نقاطه في المستوى الإحداثي. D سالب 2 و6، F 2 و8، G 2 و3. نصل بين رؤوس النقاط لنحصل على المثلث المطلوب. وبالمثل نعين رؤوس نقاط المثلث الناتج عن الدوران بزاوية 270 درجة لنحصل على الدي داش 6 و2، الإف داش 8 وسالب 2، والجي داش 3 وسالب 2. نصل بين رؤوس المثلث لنحصل على المثلث الصورة. تدريب 4 صفحة 136 في الشكل المجاور يبين الشكل الرباعي ABCD وصورته A داش B داش C داش D داش الناتجة عن دوران حول نقطة الأصل. ما قياس زاوية الدوران؟ الخيارات الموجودة 90 180 270 360، أيهما الاختيار الصحيح؟ نقارن الآن بين كل نقطة وصورتها حتى نستنتج زاوية الدوران. الـ A 2 و2 أصبحت سالب 2 وسالب 2، أما الـ B 4 و8 أصبحت سالب 4 وسالب 8، والـ D 8 و6 أصبحت سالب 8 وسالب 6، وأخيراً الـ D 4 و0 أصبحت سالب 4 و0. نلاحظ في جميع النقاط أنه تم ضرب الإحداثيين السيني والصادي بسالب 1. إذن أي زاوية تكون هذه قاعدتها؟ الضرب بسالب 1 للإحداثيين السيني والصادي. ممتاز، 180 درجة. انتهت مراجعة اليوم بنهاية مراجعة درس الدوران في المستوى الإحداثي، حيث كانت لدينا 3 زوايا أساسية في الدوران: 90 و180 و270، وكل زاوية لها قاعدتها المعينة. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. أتمنى لكم التوفيق. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، الصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440-1441، مواد المسار المشترك كيمياء 1، مراجعة الفصل الخامس المول. معكم معلمة المادة فضل المطيري. نبدأ بحول الله. مراجعة الفصل الخامس المول يحتوي على 5 دروس، وهي الدرس الأول وهو قياس المادة، والدرس الثاني الكتلة والمول، والدرس الثالث مولات المركبات، والدرس الرابع الصيغة الأولية والجزيئية، والدرس الخامس صيغة الأملاح المائية. بحول الله تعالى سوف يكون موضوع مراجعتنا اليوم للدرس الأول قياس المادة. يتطلب منا أعزائي استخدام الكتاب وفتح الدرس منها في هذا الموضوع وهو قياس المادة، كذلك استخدام الورقة والقلم، أما مذكرة أو دفتر وغيرها، ليتم التدريب على كتابة الصيغ والرموز، والتدريب على الحسابات الكيميائية لبعض العلاقات الرياضية، كذلك إن أمكن استخدام الآلة الحاسبة إذا كنتم يمكنكم الحساب الذهني، لا يوجد مشكلة. بالإضافة أهمية استخدام إذا أمكن المطوية لوضع أو كتابة القوانين الأساسية أثناء تناول هذه المفاهيم. نبدأ في الدرس الأول قياس المادة. درسنا سابقا في قياس المادة وبدأنا بأهداف الدرس اللي هي 3 أهداف، تفسر كيف يستخدم المول بشكل غير مباشر لعد جسيمات المادة، تربط المول بوحدة عد يومية شائعة، تحول بين المولات وعدد الجسيمات، وهذه تم تطرق لها في حصة درس قياس المادة. اليوم بيكون مراجعة مكثفة للعلاقات وكيفية تم الربط ما بين عدد الجسيمات وعدد المولات. طبعا بيكون هذا المناقشة معكم، وبالتالي نتوصل إلى النتيجة النهائية. نبدأ الآن في الدرس. أحبائي، قياس المادة هي في شيء مهم جدا في حياتنا اليومين، نركز بها الأشياء ونعد بها الأشياء، مثل لدينا مفهوم أو مفردة معروفة نتعامل معها. أحسنتم، الدرزا، إذا ذكرنا أن 1 درزا إذا يحوي على عدد واضح وثابت، هذا العدد وهو نعم رقم 12، إذا درزا من الأشياء ومن المواد. كذلك بالنسبة إلى لدينا، لو ذكرنا هنا أن لدي 10 درازن، كم تحوي من الأشياء؟ نعم 120 من الأشياء ومن المواد. تم عملية الحساب بشكل سريع لأن القيمة هنا لدينا ثابتة، كذلك لدينا وسيلة للعد وقيمة للعد بس غير مباشرة، وهي مين؟ وهي ليست الدرزن للجسيمات الدقيقة، وهي المول. نعم أحسنتم، هل المول عبارة عن قيمة 12 قيمة ثابتة؟ لا، ليس 12 وإنما قيمة ثابتة أخرى، لكنها قيمة كبيرة جدا ورقم كبير جدا أمام كم من الأصفار؟ أحسنتم، 23 صفرا. إذا هذه القيمة عبارة عن 6.2% مضروبة في 10 أس 23 ماذا؟ من الجسيمات. نعم أحسنتم، الجسيمات. هل يمكن نسترجع ما هي الجسيمات الدقيقة الصغيرة المتناهية في الصغر؟ نعم هي، نعم ذرة، شيء آخر من الجسيمات. أحسنتم، جزيئات. هل يوجد جسيمات أخرى؟ نعم أيونات، أو ما يسمى وحدة صيغة. نعم أحسنتم، في أحد الطلبة ممكن يذكر ما معنى وحدة صيغة؟ هنا نستعمل المؤشر، ما هي وحدة الصيغة؟ وحدة الصيغة هي عبارة أن درسنا سابقا مفهوم التفكك والتأين، وأن بعض المركبات يحدث لها تفكك أساسا في بعض المحاليل وتنتج أيونات، أساسا هي مترابطة مع بعض البعض من أيونات موجبة وسالبة، وهذه المركبات أطلقنا عليها المركبات الأيونية. والمركبات الأيونية أساسا بأصلها هي عبارة عن تركيب اللوري متراكب مع بعضها البعض كوحدة صيغة، لذلك تتواجد بحالة الأصلية. إذا تحدثنا عن هذا المركب خاصة المركبات الأيونية تتواجد بوحدات صيغة بهذا الشكل، ولكن إذا وجدت في محاليل بتفكك إلى أيونات موجبة وسالبة، في حين يوجد المركبات الأخرى إذا وجدت في محاليلها يمكن أن يحدث لها تفكك
كلي أو جزئي إلى أيونات موجبة وسالبة، لكن ليست بالأصل هي أيونات للمركبات الأخرى، سيتم دراستها بإسهاب وبتطرق أكثر في المقرات الأخرى. إذن هذا العدد الكبير يسمى عدد أفوكادرو. فما هو عدد أفوكادرو؟ إذن هي عدد جسيمات المادة سواء ذرات أو جسيمات أو أيونات متناهية في الصغر في كم في قيمة ثابتة من المول إذا استخدمنا 1 مول. إذن المول هذه القيمة أو المفهوم الشائع الذي درسناه وكان مفهوم جديد علينا، لذلك هي كمية للحساب. أحسنتم، إذن هي كمية المادة التي تحوي على عدد ثابت وهو عدد أفوكادرو من أي صنف من الوحدات أو من الجسيمات. لذلك كانت توجد علاقة ما بين عدد الوحدات وعدد الجسيمات. ما هي هذه العلاقة الرياضية؟ نعم نذكرها، تذكرونها؟ أحسنتم، إذن عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مضروبة في مقلوب، أحسنتم، عامل التحويل الخاص بأفوكادرو. استخدمنا هذا وأطلقنا عليه عامل التحويل، لأن مقسوما إما مقسوما على 1 مول أو عامل التحويل المقلوب، هذا مقلوب عامل التحويل لعدد أفوكادرو. كنا نتعامل مع هذه العلاقة الرياضية في أثناء الحسابات. اليوم سوف نبسطها مع بعضنا، لأن في البعض يقول رأى في بعض الكتب أنها مختلفة. لا ليست مختلفة، ولكن كنا نؤكد على وجودها بهذا الشكل حتى يتم عملية إيش؟ مقارنة الوحدات للحصول على القيمة النهائية بشكل صحيح. فيمكننا الآن أن نستخدم هذه العلاقة لأنها عملية تنوين قسمة، بمنها مضروبة هنا في البسط بواحد، فلا ضرر أن نكتب أن عدد المولات يساوي عدد الجسيمات مقسومة على عدد أفوكادرو، في حين أن لو كان المطلوب عدد الجسيمات فالعلاقة هنا تربط ما بين، فتنتج العلاقة بحيث أن عدد المولات مضروبة، أحسنتم، في عدد أفوكادرو بهذا الشكل مقسومة على 1. بمنها مقسومة على 1 فيمكن أن نستخدم القانون بشكل مباشر، عملية ضرب مباشرة عدد المولات على عدد أفوكادرو، هي عملية ضرب مباشرة فقط. كنا نعمد أن نضع المعامل التحويل بهذا الشكل، وهذا مقلوب المعامل التحويل حين الرجوع للكتاب حتى لا يكون فيه عملية لبس بالنسبة لديكم. إذا انتهينا من مراجعة هذه المفاهيم، إذا إن شاء الله بننطلق في الصفحة في الشرائح التالية أو الصفحات التالية لها بتطبيقات وتدريبات. التطبيق الأول، احسب عدد الجسيمات في كل من، كيف؟ أعطانا معلومة مطلوبة. نبدأ هنا إذا أتت لنا هذه التدريبات في تحليل الموجود لدينا. ما هو الموجود أو المعطى؟ Ag عبارة عن عنصر، رمز عنصر الفضة، وهي على هيئة العنصر على هيئة ذرات، ولدينا قيمة هنا لو نقرأ هذه القيمة 25 من 100 مول، أي ربع المول، كم فيه من الجسيمات؟ إذن جسيماتها ذرات، أحسنتم. القانون هنا عدد الجسيمات يساوي عدد المولات مضروبة في عدد أفوكادرو مقسومة على 1، واتفقنا أنها إذا القيمة هذا لن تؤثر قيمة 1، وبالتالي عملية ضرب مباشرة. إذن المطلوب هنا عدد الجسيمات. ما هي عدد الجسيمات؟ نعم بارك الله فيكم، عدد ذرات. إذن المعطى موجود لدينا وهي عدد المولات، ممتاز، في القيمة الثابتة الأفوكادرو، نعم، وبالتالي نجري العملية الحسابية بسهولة، أحسنتم. ثانية لإظهار النتيجة أو القيمة، نعم، إذن القيمة وهي 1.51 مضروبة في 10 أس 23، وضعت إذا رأيت النجمة معناها تم التقريب، كان القيمة هنا عبارة عن 0 بجانبها 9 أو 8، فتم التقريب منها فوق 5 فقربت فأصبحت 1. ما هي الوحدة هنا؟ ذرة، أحسنتم، لأن المطلوب من عدد الجسيمات على حسب المعطى لدينا من الجسيم، نعم ممتاز. احسب عدد الجسيمات في كل من، كذلك هذا السؤال عبارة لو نقرأ هذا المركب، أحسنتم، مركب يتكون من عنصرين كلوريد الصوديوم، المعطى لنا لو نقرأ هذا المعطى عبارة عن 8.56، أحسنتم، ضرب 10 أس ناقص 3 مول، إذن عدد مولات، نعم هذا المركب مركب أيوني، استخدمنا كثير هذا المركب،
نعم، استخدمنا كثير من هذا المركب، وبالتالي هذا المركب أيوني إذا يتواجد على هيئة شكل بلوري، شبكة بلورية إذا وحدة صيغة، وبالتالي عدد الجسيمات يسمى، ليست على هيئة أيونات. إذا يأتي بهذا الشكل، إذا هنا عدد وحدات الصيغة الكلوريد الصوديوم يساوي عدد المولات موجود لدينا، هذه القيمة الموجودة نعم مضروبة في عدد أفوكادرو. إذن العملية مبسطة فقط في تحليل. إذن هنا العملية مبسطة، عملية ضرب بين القيمتان، وعملية استخدام القانون المناسب وتحليل النتيجة. نعم، إذن عدد وحدات الصيغة الكلوريد الصوديوم يساوي، نعم ظهرت لكم النتيجة 5.15 مضروبة في 10 أس 21 وحدة صيغة. أحسنتم، قادر بحول الله إن شاء الله نكون على قدر التحدي. التحدي ليس عملية إعجاز، وإنما التحدي كثرة عملية التدريبات يسهل التعامل مع التطبيقات والمطلوب والحساب بشكل صحيح. لا اختيار، وليس لدينا هنا إلا قانون أو قانونين مبسطين في هذه الحالة. نعم، لدينا هنا هذا مركب ثاني أكسيد الكربون، المعطى لدي 35.3 من 10 مول، إذن عدد مولات مطلوب هنا نفس الطريقة، عدد الجسيمات هنا عدد جزيئات جزيء، إذن لأنه غاز بهذه الطريقة، إذن عدد الجزيئات يساوي، نعم عملية ضرب ما بين القيمتان الموجودة لدي هنا في المسألة في القيمة الثابتة لعدد أفوكادرو. أحسنتم، يلا نجريها ثانيتان لإجراء النتيجة بالآلة الحاسبة، التدريب على استخدامها والنتيجة الذهنية. أحسنتم، نعم بارك الله فيكم. إذا 2.13 2 صحيح فاصلة 13% ضرب 10 أس، نعم 25 جزيء. وضعت النجمة بها أو ستار بهذا الشكل، معناها تم التقريب، كان القيمة هنا 2 بجانبها قيمة أكبر من 5، 5 فما فوق فقربت. نعم أحسنتم، سؤال آخر، نعم فقرة أخرى أو تطبيق آخر، أحسب عدد الجسيمات في نفس الطريقة في كل من، ما هو هذا الجسيم؟ غاز النيتروجين عبارة عن، يأتي على هيئة ثنائي الذرات كجزيء، والقيمة المعطى هي 425 من 1000 مول. نعم، إذا عملية حسابية مبسطة، وهذا القانون أمامي، إذا الجزء دائما على يدنا اليسار عبارة عن إضاءات لاسترجاع المعلومة بشكل مبسط. إذا أنا أضعها لكم دائما حتى عملية التدريب تكون سهلة ومبسطة، وأمامنا هذا القانون أو هذا العلاقة الرياضية. أحسنتم، القيمة المعطاة من المولات مضروبة في من، في عدد أفوكادرو. إذا كتبنا القيمة بشكل صحيح، ننتقل إلى الآلة الحاسبة في عملية الحساب. نعم أحسنتم، كم القيمة، كم ظهرت؟ بارك الله فيكم، 2.56% مضروبة في 10 أس 23 جزيء، مقربة لأن القيمة هنا قربت، كانت أكثر من 5، 5 فما فوق، وذلك قربت هذه القيمة. هل هذا صحيح؟ إذن عملية التقريب. سؤال آخر، تغير، نعم الآن تغير صياغة السؤال أو المطلوب كذلك، احسب عدد المولات في السابق عدد الجسيمات، وسهل جدا هالعلاقة ما بين عدد الجسيمات وعدد المولات، ممتاز. ما المعطى لدي هنا؟ 3.25 مضروبة في 10 أس 20 ذرة من الرصاص، والقانون عدد المولات يساوي عدد الجسيمات. أحسنتم، اتفقنا لتكون مقسومة لأنها مضروبة في قيمة هنا ثابتة، إذن البسط والمقام، وبالتالي مقسومة على قيمة عدد أفوكادرو. أحسنتم، يتم التعويض مباشرة في العلاقة الرياضية، وهي عدد الذرات على عدد أفوكادرو قيمة ثابتة. أحسنتم، نجري العملية وعملية قسمة. نعم النتيجة الآن ظهرت، ممتاز. نعم
إذن 5 صحيح فاصلة 39% مضروبة في 10 ناقص 4. ليس الهدف القيمة، أنا أفضل أن تكون القيمة دقيقة، لكن الهدف هنا كيف أجريت هذا العمل بشكل صحيح. ولكن إذا أتى لنا تطبيق أو سؤال عبارة عن خيارات، فلابد أكون دقيقة في إظهار النتيجة، لأن المطلوب النتيجة مع العملية. نعم، سؤال آخر في حساب أكيد عدد مولات. نعم في هذه عدد مولات، 4 صحيح فاصلة 96% مضروبة في 24 جزيء من الجلوكوز، إذا مركب الجلوكوز. إذا المطلوب عدد المولات ممن الجلوكوز، فأنا فضلت أكتب الصيغة الجزيئية للجلوكوز C6H12O6، إذا يساوي كم عدد المولات؟ إذا المعطى عدد الجزيئات مقسومة على عدد أفوكادرو. نعم أحسنتم، إذا نضع القيمة المعطاة لدي على عدد أفوكادرو، نجري النتيجة، نجريها من خلال الآلة الحاسبة، أمامها القانون، أتأكد منه، أكتبه في المطوية أو في ورقة خاصة بالقوانين بالقوانين والعلاقات، العلاقات بين هذه المفاهيم لاستنتاجها في العمليات المطلوبة لدي. نعم أحسنتم، 8 صحيح فاصلة 24% مول، وتم التقريب لأن كان الرقم هنا 3 فقربت، لأن يوجد رقم بجانبها من 5 فما فوق. أحسنتم، هل يوجد سؤال آخر؟ نعم تغيرت السؤال ولكن المحتوى هو نفسه، إذا أتينا بصيغ مختلفة من الأسئلة ولكن المحتوى بإذن الله قادرين على أن يتم التعامل مع هذه الحسابات بشكل مبسط، وأصبحت بسيطة جدا ومتحمسين أكثر لعملية الحل. أحسنتم، 1.51% مضروبة في 10^15 ذرة من السيليكون نحولها إذا من ذرات إلى مولات. أحسنتم، إذا المطلوب هنا ماذا؟ عدد مولات. نعم إذا استطعنا الآن نتعامل، نستطيع الآن نتعامل مع هذه العلاقة من خلال المطلوب، وهي نحولها إذا عدد مولات. ما الذي معطى لدي؟ عدد، أحسنتم، ذرات على عدد أفوكادرو. نعم إذا وضعنا القيم بشكل صحيح، نجري العملية الحسابية بالآلة. نعم نجريها إن شاء الله، تظهر لي النتيجة. بارك الله فيكم، إذا كانت النتيجة نكملها. نعم 2 صحيح فاصلة 51% مضروبة في 10^9، وطبعا هذه القيمة مقربة، كانت 0 بجانبها قيمة أكبر من 5، أحسنتي، فأصبحت 1. أحسنتم، تحويل آخر. نعم يوجد تحويل، حمض الكبريتيك 4.25% مضروبة في 10^-2 مول، نحوله إلى جزيئات. هل أستخدم هذا القانون؟ لا. نعم أحسنتم، القانون الآخر هو عدد الجسيمات أو عدد الجزيئات يساوي عدد المولات مضروبة في عدد أفوكادرو، للمطلوب عدد الجزيئات. إذا عرفنا كيف نحل المسألة بشكل بسيط وسريع ودقيق وبشكل تركيز أكثر. إذا عدد جزيئات حمض الكبريتيك يساوي عدد المولات، نعم هذه القيمة الموجودة لدي، مضروبة في عدد أفوكادرو. نعم إذا بكل سهولة تم التعامل والنتيجة، إما عملية قسمة أو ضرب من خلال التعامل مع العلاقات هذه. أتوقع بحول الله أن استطعنا أن نتعامل مع كثير من هذه العلاقات من خلال بعض الإجراءات الحسابية. أحسنتم، القيمة 2 صحيح فاصلة 56% مضروبة في 10^22 جزيء، أوجدنا عدد جزيئات حمض الكبريتيك. انتهينا من هذه الصفحة، ننتقل إلى صفحة أخرى أو شريحة أخرى بنفس الطريقة، وهي مراجعة الفصل الخامس. السؤال، أجري التحويلات الآتية. نعم هذا التحويل الآخر اللي هو 8 صحيح فاصلة 95% مضروبة في 10^25 جزيء من رابع كلوريد الكربون إلى مولات. نعم المطلوب عدد المولات، وهذا القانون وهذه العلاقة. نعم إذا عدد مولات رابع كلوريد الكربون يساوي عدد الجسيمات، ما هي عدد الجسيمات الموجودة هنا؟ نعم جزيء، إذا هذا مركب يأتي على هيئة جزيئات. وضعنا القيمة الموجودة لدي هنا في المسألة وقرأناها سابقا على عدد أفوكادرو. أحسنتم، إذا عملية قسمة، أحسنتم، نقسم القيمتان على بعضهما البعض لتظهر لي النتيجة. ثانيتان
نعم، إذا عملية حماسية بسيطة وإجراء مبسط، لأن العلاقة واضحة أمامنا في هذا الدرس. أحسنتم. إذا 1.49% مضروبة في 10^2 مول من المولات، وهذا هو المطلوب. نعم صحيح. إذا حتى أتأكد أن إجراء التحويل صحيح، نأتي هنا إجراء تحويل آخر. كالسيوم، Ca عبارة عن كالسيوم، عنصر الكالسيوم. نقرأ هنا 5.90 أو 9 من 10 مول إلى ذرات. إذا المطلوب هنا عدد الجسيمات، وهنا الجسيمات لدي ذرات، فلا نستخدم القانون. إذا القانون، إذا العلاقة الأخرى. أحسنتم. عدد الجسيمات يساوي عدد المولات مضروبة في عدد أفوغادرو. أحسنتم. إذا عدد ذرات الكالسيوم تساوي 5.9 أو 90 مضروبة في عدد أفوغادرو. هذه القيمة نشفع عملية الضرب بسهولة، تدربنا عليها كثير. نعم أحسنتم. إذا عدد الذرات 3 صحيح، 0.55 مضروبة في 10^24 ذرة. نعم صحيح. نأتي لسؤال آخر. نعم، خليط مكون من Fe الحديد، أحسنتم، 250 من 1000 مول أو 25 من 100 مول، مع أو كربون 1.2 من 10 أو 1.2 من 100 مول. ما عدد الذرات الكلي في هذا الخليط؟ إذا مطلوب عدد الذرات. ذكرت لكم سابقا نتحدث بلغتهم، هنا مطلوب عدد الذرات. إذا نتحدث بلغتهم وهو إيجاد عدد الذرات، في حين أن المعطى هنا عدد مولات. إذا ماذا أعمل؟ إذا أوجد حتى العدد الكلي، معناه الكلي من الذرات، من العناصر الموجودة لدي عنصران، حديد وكربون. إذا نجمع عدد الذرات وتعطينا النتيجة النهائية، ولكن ليس لدي هنا عدد ذرات وإنما عدد مولات. إذا المطلوب هنا تحويل، أن نتحدث بلغتهم، إذا نحول المعطيات إلى ذرات وليس مولات. ممتاز. إذا نبدأ أولا بالذرة الأولى وهي الحديد. إذا عدد الذرات الحديد يساوي المعطى وهي عدد المولات، نعم، في من؟ في عدد أفوكادرو. ممتاز، وبالتالي تظهر لي النتيجة. احسبوها الآن. نعم، كم النتيجة الآن؟ نعم، 1.51 مضروبة في 10^23 ذرة حديد. إذا نتحدث بلغتهم المطلوب عدد ذرات. إذا حولت المعطى للقيم المطلوبة حتى أجمعها، جمع جبري بسيط، الجمع المعهود. نعم، انتهينا من الذرة الأولى. هل توجد ذرة أخرى أو عنصر آخر؟ نعم، في هذا الخليط يوجد عنصر آخر وهو الكربون، وبالتالي لابد أن أوجد عدد الذرات، لأن ليس لدي عدد ذرات وإنما عدد مولات. ممتاز، اللي هو 1.2 من 10 أو 1.20 من 100 مضروبة في عدد أفوكادرو. نعم أحسنتم. نجري هذا النتيجة عملية الضرب المباشرة بين القيمتين، نظهر النتيجة والقيمة الأساسية. أحسنتم، 7.22 مضروبة في 10^23 ذرة من الكربون، أوجدنا عدد الذرات. إذا العملية الحسابية الأخرى ستتم مباشرة، وهي أن عدد ذرات الكل يساوي عدد ذرات الحديد زائد عدد ذرات الكربون. هل هي موجودة عدد الذرات؟ نعم، من خلال العملية الحسابية، وبالتالي عدد ذرات الكل موجود في الخليط، وهي القيمة عدد ذرات 1.51 مضروبة في 10^23 زائد عملية الجمع الجبري البسيطة وهي 7.22 في 10^23. أحسنتم. عملية الجمع هنا في الأسس لا تتغير بمنها عملية جمع. أحسنتم، وبالتالي هذه العملية تتم، نجمعها. إذا 8.72 مضروبة في 10^23. أحد الطلبة، هل هذه فقط؟ دائما نذكر إحنا مثال مشهور عندنا في الكيمياء، وهي كل الطرق تؤدي إلى روما. هل فقط هذه ممكن أنها هذه بهذه الطريقة؟ هل يوجد طريقة أخرى ممكن أوجد عدد الذرات في هذا الخليط؟ توجد أكثر من طريقة لعملية الحل، نتذكر أو نفكر قليلا.
لماذا استخدم الطريقة الطويلة؟ أنا وضعت هذه الطريقة حتى أؤكد على المفاهيم الأساسية اللي احنا درسناها من عملية التحويل من ذرات إلى مولات، واستخدم في هذه المسألة، ولكن توجد طريقة سريعة. لدي عدد مولات، ماذا أعمل حتى أوجد عدد جسيمات؟ أحسنتم، أجمع عدد المولات. وإذا جمعت عدد المولات، إذا عدد الذرات يساوي عدد المولات مضروب في عدد أفوكادرو. معي الآن؟ إذا يوجد طريقة سريعة للحساب، وهي بما أننا صح أتحدث بلغتهم، بدل ما أجري عملية التحويل لكل ذرة لوحدها، أجمع عدد المولات بهذا الشكل. لدي كم من عدد المولات؟ 250 من 1000 زائد 1.2 من 10 يعطي لي 1.75 مول. ماذا أعمل؟ عدد الذرات الكلي يساوي عدد المولات الكلي مضروبة في عدد أفوكادرو. أحسنتم، إذا كذا طريقة ممكن نحل فيها المسألة، أو للتأكد من الحل، إذا نضرب العدد المولات الكلية مضروبة في عدد أفوكادرو، أعطتنا لنا النتيجة. للتأكد النتيجة وصلت لي بهذا الشكل، فعلا النتيجة بهذه الطريقة فعلا أعطاني ذرة وهي نفس القيمة الموجودة لدي، وبالتالي توصلت أن ممكن أحل المسألة بطريقتين، فقط عملية التفكير البسيطة وتعامل مع العلاقة الرياضية الصحيحة، وبالتالي تظهرني النتيجة. وصلنا إلى آخر شريحة، والمراجعة تامة لدرس قياس المادة. أتمنى من الله لي ولكم التوفيق، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي الطلاب، حياكم الله في مراجعة الجزء الأول من الفصل الخامس، القوة في بعدين. إذا تذكرنا في الفصل الماضي درسنا القوة في بعد واحد، وكنا نأخذ الجسم سواء كان موجود على المحركة على محور الإكس محور الأفقي أو على المحور الواي المحور الرأسي. في هذا الفصل سنأخذ القوة في بعدين، أي سيكون الجسم يتحرك تحت تأثير قوتين، أحدهما على محور إكس والأخرى على محور الواي. درسنا الأول المتجهات، سنأخذ أهداف الدرس. تحسب مجموع متجهين أو أكثر في بعدين بطريقة الرسم، تحدد مركبتي كل متجه، تحسب مجموع متجهين أو أكثر جبريا وذلك بجمع مركبات المتجهات. مقدمة، درسنا الفصل الرابع إيجاد محصلة قوتين في بعد واحد، وسنستعرض الآن القوة. لو نظرنا إلى الجسم A أو الحالة A فهي عبارة عن جسم يؤثر أو قوتان تؤثر في جسم واحد إحداهما إلى اليمين والأخرى اليسار. الشكل B عبارة عن قوتين تؤثران في جسم في نفس الاتجاه وهما على نفس المحور محور X. في الفقرة C قوة تؤثر إلى الأعلى وقوة تؤثر إلى الأسفل وهي على نفس الاتجاه، بمعنى لدينا فقط مستوى واحد. بفرض أن القوتين تأثيرهما في بعدين كما في الشكل اثنين، كيف نستطيع إيجاد محصلتهما؟ واضح، عندي قوة باللون الأحمر وعندي قوة على المحور الواي والقوة الأخرى اللون الأخضر على محور الإكس، كيف نستطيع إيجاد المحصلة بينهما؟ ولاحظ أن الزاوية بينهما 90 درجة، وقد تكون الزاوية لا تساوي 90 درجة. في الصورة أدناه وضح اتجاهات القوة التي يؤثر بها المتسلق بيديه ورجليه في الجبل. هذه صورة للمتسلق يؤثر بيديه ورجليه في الجبل. نبحث عن نقاط التماس ما بينه وبين الجبل والنقاط التي يؤثر فيها. سنلاحظ نقطة التماس الأولى اليد الأولى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ثم الرجل اليمنى. هل اتجاه القوة في الحالات الأربع نفس الاتجاه؟ بمعنى كلها ستنطبق على محور X أو على محور Y، أو سواء كانت بزاوية هل ستكون بنفس الاتجاه؟ لو شاهدنا اليد الأولى لوجدنا أن الشخص أو المتسلق يمسك بيده حتى لا يسقط إلى الخلف، وبالتالي سيكون اتجاه القوة في اتجاه السهم. اليد اليسرى سيكون اتجاهها في الاتجاه هذا. الرجل اليسرى ستكون إلى الأسفل، الرجل اليمنى ستكون إلى الأسفل وبزاوية. إذا نلاحظ أن القوى الأربع تختلف اتجاهاتها حسب تأثير القوة وحسب نقطة تأثير القوة. هل نستطيع إيجاد محصلة القوة؟ القوة المحصلة للقوة الأربع طبعا بالإضافة إلى الوزن، وزن الشخص إلى الأسفل موجود، فهل نستطيع إيجاد محصلة القوة؟ نعم نستطيع إيجاد محصلة القوة، وهذا إن شاء الله ما سنتعلم في الشرائح القادمة. لدينا مفاهيم مهمة جدا في المتجهات، والمتجهات إذا كنا نذكر سابقا أخذنا كمية المتجهة وأن هي عبارة عن كمية تحدد بالمقدار والاتجاه. إذن من الضروري معرفة هذه الخاصيتين، وما سيأتي تباعا إن شاء الله من مفاهيم هامة جدا أثناء الحل. يمثل المتجه بسهم، إذن حتى نمثل المتجه يجب أن يكون سهم، والسهم بمعنى أن له طول وله رأس يحدد الاتجاه، فهذا السهم يحدد الاتجاه في اتجاه محور الإكس الموجب أو اتجاه اليمين.
يشير طول السهم إلى مقدار المتجه. يعني لو كان لدي متجهين أو قوتين تؤثران في نقطة واحدة، في الرسم الصحيح والذي يجب أن نعتاد ونتعود ونتعلم عليه وأن نجيده بإذن الله، يجب أن تكون القوة الكبيرة ذات طول سهم أكبر من القوة الصغيرة. فلو فرضنا هذه القوة A وهذه القوة B، فيتضح من الرسم مجرد النظر مباشرة نعلم أن A أكبر من B. يشير اتجاه السهم إلى اتجاه المتجه. إذا كان السهم يشير إلى اليمين فإن رأس المتجه السهم هذا دلالة الإشارة أو الاتجاه إلى اليمين، إذا كان إلى الأعلى، إذا كان إلى اليسار، إذا كان إلى الأسفل. وأعتقد هذه معلومة معروفة منطقية. يمكن نقل المتجه مع مراعاة المحافظة على طوله واتجاهه. هل أستطيع أن أنقل متجه من نقطة إلى نقطة؟ نعم، بشرط أن أراعي جزئين مهمين. الجزء الأول طوله الذي يشير إلى مقداره. فهل أستطيع أن أنقل قوة مثلا 5 نيوتن إلى مكان آخر فتصبح 7 نيوتن؟ إن نقلتها 5 نيوتن فهي 5 نيوتن، إذن يجب أن يكون طول السهم مثلا 5 سنتي، إذن أنقله يجب أن يحافظ على نفس الطول 5 سنتي. إذا نقلت القوة وهي اتجاهها إلى اليمين لا ينفع أن يكون أو يصبح اتجاهها إلى اليسار. إن نقلت القوة اتجاهها إلى الأعلى لا يصح أن يصبح اتجاهها إلى الأسفل. هذا جسم يؤثر فيه قوتين، قوة A إلى الأعلى وقوة B إلى اليمين، واحدة على محور X والأخرى على محور الواي. هل أستطيع أن أنقلهم؟ نعم أستطيع، سواء بنقل A أو بنقل B. ويجب مراعاة التالي في حل المسائل. لو لاحظنا هنا نجد أن الجسم النقطي يرتبط بذيل السهم A ويرتبط بذيل السهم B. أثناء حل المسائل مستقبلا إن شاء الله في الشرح القادمة يجب أن يكون ذيل السهم مرتبطا برأس سهم آخر، وسنشاهد الآن في عملية النقل. هل أستطيع أن أنقل؟ نعم سأستطيع أن أنقل A. لاحظوا نقلنا A من مكانه إلى نهاية السهم B، حافظنا على نفس الاتجاه وحافظنا على نفس المقدار، ولاحظوا رأس السهم B يتصل بذيل السهم A. طيب هل أستطيع نقل الاتجاه B؟ نعم كما فعلنا، أيضا سننقل المتجه B بالشكل التالي مع مراعاة المحافظة على طوله واتجاهه ورأس مع ذيل. ذكرنا هذه النقطة أثناء الشرح، عند نقل المتجهات دائما رأس المتجه مع ذيل المتجه الآخر. المتجهات في أبعاد متعددة. يؤثر المتجهان في نقطة ولجاد محصلتهما نتبع التالي. نقل أحد المتجهات بحيث يكون رأس متجه مع ذيل المتجه الآخر مع مراعاة ما تم شرحه سابقا، سنرى ذلك. رأس المتجه R المحصلة من ذيل المتجه إلى رأس المتجه الآخر. لاحظوا الرسم أو الشكل A و B. حتى نوجد المحصلة يجب أن ننقل A أو ننقل B، الخيار لنا. لو نقلنا المتجه A سيصبح الشكل بالشكل التالي، وفي الحالة هذه سنرسم الآن المحصلة وهي كما ذكرنا في الفقرة الثانية من ذيل المتجه إلى رأس المتجه الآخر، أي من ذيل المتجه B إلى رأس المتجه A، وتصبح هذه بالشكل التالي، وهذه تغلق الشكل ويصبح لدينا مثلث قائم الزاوية. كما لاحظنا في الشريحة السابقة عندما أوجدنا المتجه أو المحصلة كما في الشكل، إذا كانت الزاوية الموجودة أو المحصورة ما بين المتجه A والمتجه B هي زاوية قائمة، فبالتالي سيظهر لدينا مثلث قائم الزاوية المجهول فيه هو عبارة عن R المحصلة وهي أطول ضلع في المثلث وهي ما يسمى في المثلث باسم الوتر. سنطبق نظرية فيثاغورس في الرياضيات إذا أردنا إيجاد المتجه R، بحيث نظرية فيثاغورس تقول
أن مربع الوتر هو عبارة عن مربع الضلع الأول زائد مربع الضلع الثاني، أي أن مربع الوتر هو عبارة عن مربع المتجه الأول زائد مربع المتجه الثاني. نحتاج إلى جذر محصلة وليس مربع المحصلة. إذا رياضيا سنأخذ الجذر التربيعي، فتصبح الجذر التربيعي A تربيع زائد B تربيع. إذا كانت الزاوية ما بين المتجهين A و B ثيتا غير قائمة، بمعنى أنها لا تساوي الزاوية 90 كما في الشكل، في الحالة هذه نستخدم ما يسمى بقانون جيب التمام. قانون جيب التمام صيغة الرياضية هي R تربيع تساوي A تربيع مربع المتجه الأول زائد مربع المتجه الثاني ناقص 2 في المتجه الأول في المتجه الثاني في كوساين الزاوية بينهما. طبعا احنا نحتاج الى المحصلة وليس مربع المحصلة، وبالتالي سنأخذ الجذر التربيع فيصبح القانون بالصيغة هذه. تقويم: سار شخص مسافة 4.5 كيلومتر في اتجاه ما، ثم انعطف بزاوية 45 درجة في اتجاه اليمين، وسار مسافة 6.4 كيلومتر، ما مقدار إزاحة؟ إذا الآن سنرسم شخص يتحرك، سنمثله بسهم، لنا الحرية في اختيار أي اتجاه كان، حيث أن في المسألة لم يذكر اتجاه في اتجاه ما. سنأخذ الاتجاه الإكس الموجب، وهذا عبارة عن الجسم هذا المتجه الأول. طيب، انعطف بزاوية 45 في اتجاه اليمين، اتجاه اليمين بالنسبة لحركة هذا الجسم هي للأسفل. إذا سنأخذ امتداد حركته لو افترضنا أنه سار إلى الأمام، وسينحرف عنها بالشكل التالي بحيث تصبح الزاوية ما بينهما 45، ثم يتحرك في هذا الاتجاه. لو لاحظنا في السهم الأول والسهم الثاني، طول السهم الأول أقصر من طول السهم الثاني كما ذكرنا سابقا. الكمية المتجهة يجب أن تحدد بالمقدار وهو عبارة عن طول السهم بالإضافة إلى اتجاهها. القيمة الأولى 4.5 والقيمة الثانية 6.4. إيجاد المحصلة: قلنا نغلق الشكل التالي فتصبح اتجاه المحصلة هي بالشكل من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني، وسنسمي الآن نفترض هذا المتجه A وهذا المتجه B وهذا المتجه R. لإيجاد الزاوية ثيتا بين المتجهين نحتاج الزاوية ثيتا الموجودة ما بين المتجهين حتى نستطيع التطبيق في قانون جيب التمام كما ذكرنا سابقا. هذه هي الزاوية الموجودة، زاوية 45. امتداد الخط كاملا، امتداد الخط كاملا هو عبارة عن 180. إذا هذه الزاوية كلها كاملة تساوي 180. إذا كم يتبقى عندنا في الزاوية هذه المحصورة ما بين المتجهين؟ هي عبارة عن 180 ناقص 45، وبالتالي ستصبح النتيجة 135 درجة. واضح أن الزاوية أكثر من 90 درجة. إذا لإيجاد الحل سنطبق قانون جيب التمام: R تربيع يساوي A تربيع زائد B تربيع ناقص 2 AB كوساين ثيتا. نأخذ الجذر التربيعي، نعوض بالأرقام، ثم سنحصل على النتيجة وهي تساوي 10.1 كيلو متر. مركبات المتجهات: سابقا كان لدي متجهات أو متجهين وكنا نحصل على المحصلة، فكأني أدمج المتجه الأول والمتجه الثاني وأتخلى عنهما وأضع بدالهما محصلة. لنفترض لدي سيارة تسحب في اتجاه الشمال وسيارة تسحب في اتجاه الشرق، وبالتالي ستتحرك الجسم ما بين السيارتين في اتجاه الشمال واتجاه الشرق. بإمكاني أن أستعيض عنهم وأضع سيارة واحدة تؤدي عملهما و تحرك الجسم ما بين الشمال والشرق. هذا ما ذكرناه سابقا، أن المتجهات نجمعها أو ندمجها فنحصل على ما يسمى المحصلة. الآن العملية العكسية، سنأخذ المحصلة ثم نرجعها إلى أصولها وهي
المركبات سواء على المحور الواي أو على المحور الإكس. يقصد بها تجزئة المتجه إلى مركبتين وهما متجهان أحدهما يوازي محور إكس والآخر يوازي محور واي. ماذا نعني بكلمة يوازي؟ أي ينطبق على محور إكس ويوازي محور واي أي ينطبق على محور واي. وفي حالة الموازاة دائما أي أن الزاوية تساوي الصفر إذا كان في نفس الاتجاه. وتعرف تلك العملية باسم تحليل المتجه. محاور إحداثية لدي محور X ولدي محور Y، وهذا عبارة عن المتجه الموجود اللي نرغب في إعادته إلى مركبتيه، أو سنقوم الآن بتحليل المتجه إلى مركبة أحدهما على محور X والأخرى على محور Y. لإتمام العملية هذه سنسقط من رأس السهم نقاط حتى تتقاطع مع محور X ومع محور Y بزاوية 90 بالشكل التالي، ثم نحدد ما هو موجود من نقطة الصفر إلى نقطة التقاء الخط الساقط مع محور X بالشكل السهم التالي، ويطلق عليه AX المركبة X، وبنفس الكيفية على متجه Y وتصبح عندي المركبة AY. إذن أصبح الآن لدي AX وAY. طبعا المحصلة الآن ليست ضرورية، تخلصنا منها الآن أو رجعناها وحللناها إلى مركبتيها. هل نستطيع إيجاد محصلة ونوجد المركبتين بالطريقة هذه؟ لا، اتفقنا سابقا يجب أن يكون الرأس مع الذيل. إذن سنقوم بنقل أحد المركبتين AY أو AX كما ذكرنا سابقا بالطرق، بشرط المحافظة على الطول والمحافظة على الاتجاه. سننقل AY فيصبح AY في الاتجاه هذا، فيصبح الشكل هذا هو الموجود أمامي A ولها مركبتين AX وAY. إذن أصبحت بالشكل هذا. الزاوية ثيتا هي الزاوية الموجودة ما بين الـ AX وبين المتجه الرئيسي، وقد نأخذ الزاوية في الاتجاه الآخر أو الزاوية العلوية في الأعلى، لا تفرق. نحن نعرف أن زوايا المثلثية عبارة عن 180 درجة، هذه 90، لو فرضنا أن هذه 60 إذا تبقى هذه 30، لو كانت هذه 30 فتبقى هذه 60، وما تفرق لدينا في الدوال المثلثية. لإيجاد قيمة AX و AY نستخدم قوانين الدوال المثلثية. هذا الشكل موجود أمامي، تكلمنا عنه في الشريحة السابقة. نحتاج نوجد قيمة AX ونحتاج نوجد قيمة AY. بالنسبة للزاوية ثيتا اللي موجودة على المحور X هو ما يطلق عليه أو ما يسمى المجاور، بينما الموجود على محور Y هو المقابل لها، و الضلع الطويل أو المتجه الأصلي هو عبارة عن الوتر. إذن سنأخذ الآن العلاقات الدوال المثلثية الساين الكوساين وخلافه. لإيجاد قيمة AX، AX أي المجاور، لدينا مجاور ولدينا زاوية ولدينا وتر، أو نستطيع استخدام المجاور والزاوية والمقابل. طبعا دائما الاسهل والافضل استخدام المجاور والوتر ما دام معلوم الزاويه المحصوره بينهم. فسناخذ ان كوساين ثيتا هي عباره عن المجاور على الوتر. من هو المجاور؟ المجاور هو عباره عن AX، ومن هو الوتر؟ هو عباره عن المتجه الاصلي. عمليه رياضيه نستطيع ايجاد ان AX هي عباره عن A في كوساين ثيتا. اذا مركبه X تأخذ كوساين ثيتا بشرط أن تكون الزاوية ثيتا ملامسة لمحور الإكس. لإيجاد قيمة AY بنفس الكيفية، AY هي المقابل، سنأخذ المقابل والمجاور مع الزاوية، أو نأخذ المقابل والوتر مع الزاوية كما ذكرنا سابقا. سنأخذ الزاوية والوتر دائما، فسنجد أن ساين الزاوية ثيتا
هي عبارة عن المقابل على الوتر. المقابل من هو؟ هو AY. ومن هو الوتر؟ الوتر هو عبارة عن A أو عبارة عن المتجه، وبالتالي فإن AY تساوي A في ساين ثيتا. إذن قاعدة، إذا أخذت الX أو المركبة الX المتجه في كوساين الزاوية، مباشرة الواي تأخذ المركب المتجه في ساين الزاوية، بشرط أن الزاوية هي زاوية واحدة من نتعامل معها. طيب لو أخذنا الزاوية، الآن الزاوية محصورة ما بين المجاور بين الوتر، بين الإكس وبين الوتر. لو كانت الزاوية محصورة ما بين الواي والوتر، كيف ستصبح القضية؟ ستنعكس فيصبح الاي واي هو عبارة عن الاي كوساين ثيتا، و الاي اكس هي عبارة عن اي ساين ثيتا. زاوية المتجه المحصل يدعى لي مركبات او مجموعة من المركبات وطلب منا ايجاد المحصلة، وحصلنا في الاخير على محصلة. تلك المحصلة لها اتجاه معين، لها زاوية محددة. زاوية المتجه المحصل هي زاوية محصورة ما بين المتجه المحصل الذي سنحصل عليه ومحور الإكس. إذن هي الزاوية التي يصنعها المتجه المحصل مع محور إكس، وتعطى بالقانون ثيتا تساوي تان أنفيرس مركبة الواي على مركبة الإكس. آر واي على آر إكس، أي واي على أي إكس، أيا كان الرمز فهي عبارة عن تان ناقص واحد أو مسمى تان أنفيرس للمركبة، مركبة الواي على مركبة إكس، المركبة الصادية على مركبة أو على المركبة السينية. تقويم، يمشي أحمد مسافة 4 كيلومتر بزاوية 30 درجة غرب الشمال، ثم يمشي مسافة نصف كيلومتر غربا. ما إزاحة أحمد؟ هذه عبارة عن المحاور، واخترنا الربع الثاني لأنه قال غرب الشمال، فهي عادة غرب الشمال. الشمال هو المعرفة، فسننطلق من الشمال باتجاه الغرب، بعكس لو ذكر شمال الغرب سيصبح من محور إكس باتجاه محور واي. سنحدد الآن المسافة، سيمشي مسافة أو مسافة 4 كيلومتر، هذه المسافة اللي تحركها، وهذه الزاوية التي يعطينا فيها في المسألة هي الزاوية المحصورة هذا الشمال، ثم اتجه جهة الغرب بزاوية 30 درجة، ثم تحرك في اتجاه الغرب بمعنى أنه موازي لمحور X. نلاحظ ونؤكد على أن طول السهم يجب أن يتماشى مع قيمة المتجه. لاحظ الأحمر 4/10، الأخضر أكبر من 5/10، فبالتالي أصبح أكبر. الآن نوجد المحصلة. المحصلة اتفقنا أنها عبارة عن السهم من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني، فأصبحت هذه هي عبارة عن المحصلة. سنسمي الآن المتجهات، نسمي هذا المتجه A والمتجه B و المتجه R المحصلة. سنأخذ الآن المركبة كما ذكرنا. مركبة الـ A سنسقط عمودي على محور Y وعمودي على محور X، فيظهر لي AY في الاتجاه هذا ويظهر لي الـ AX في الاتجاه هذا، فأصبحت لدي مركبة AY وأصبحت لدي مركبة AX. طيب بالنسبة للمتجه B، كيف نوجد مركبتي المتجه بي؟ المتجه بي منطبق على محور إكس، أي أن مركبته على محور واي تساوي كم؟ تساوي الصفر. إذا لا يوجد مركبة على محور واي بالنسبة لبي، فيصبح أن بي إكس هي عبارة عن بي. سيصبح الشكل عندي بالشكل التالي: الأي واي، الأي إكس، البي منطبق على محور إكس، وبالتالي أصبح لدي قوة واحدة في اتجاه الأي واي وقوتان في الـ على محور X لهما نفس الاتجاه في اتجاه الغرب اللي هي P و AX. إذا أصبح هذا هو عبارة عن الرسم اللي موجود لدي RX و RY و R. طبعا نقلنا
كما ذكرنا سابقا نقلنا الاي واي الى نهايه البي بحيث تنطبق راس السهم مع ضلع السهم واصبح بالشكل التالي. طيب الايجاد قيمه المحصله ار من الشكل 3 R تربيع تساوي R X تربيع زائد R Y تربيع. لاحظ أن الزاوية ما بين R Y و R X تساوي 90 درجة في الشكل الثلاثة. ننسى الشكل الأول. الشكل الأول حللناه، انتهينا من عملية التحليل، هذا هو الشكل النهائي. إذا الزاوية تساوي 90، نتذكر قانون الزاوية تساوي 90، فتصبح عندي R تربيع تساوي R X تربيع زائد R Y تربيع، وبالتالي أن R تساوي الجذر التربيعي، ثم سنعوض بالقيم، تصبح عندي هذه هي المعادلة رقم 1. نحتاج إلى RX، نحتاج إلى RY، نحتاج إلى مركبة على A على X، وعندي قوتين على X، لازم نوجد محصلتهم، ثم نوجد المحصلة الموجودة على محور Y. شكل كما في الشرح السابقة لإيجاد قيمة المحصلة RX لازم نوجد Rx. لو نظرنا إلى محور X، ما هي القوى الموجودة على محور X؟ لدي قوتان، لهما نفس الاتجاه، لهما نفس الاتجاه، إذا ماذا ستكون المحصلة؟ ستكون المحصلة هي عبارة عن مجموع القوتين Ax زائد B. Ax هي عبارة عن A sin 30. لو رجعنا إلى الشكل الأول، الزاوية 30 هي الزاوية المحصورة بين المتجه وبين محور Y، إذا مركبة Y ستأخذ كوساين، إذا بالتالي فإن مركبة سين أو المركبة السينية ستأخذ الساين. طيب لو حسبنا هذه الزاوية، أخذناها بدلالة هذه الزاوية 60، ستصبح الـ AX هي بالكوساين وتصبح الـ AY بالساين، تساوي الـ AX هي عبارة عن A sin 30 عوضنا عنها زائد B، وبالتالي 4 من 10 في sin 30 زائد 5 من 10، وتصبح الإجابة 7 من 10 كيلومتر. هذه فقط المركبة السينية أو محور XRX. المركبة الصادية كيف نوجدها؟ المركبة الصادية لا يوجد عليها فقط إلا قيمة واحدة، وبالتالي لإيجاد قيمة المحصلة RY من الشكل 2 بنفس الكيفية، ذكرنا أنها عبارة عن AY، وAY هي عبارة عن A في كوساين 30، سنعوض عن قيمتها ويصبح عندي النتيجة بالشكل التالي، إذا 35% كيلومتر. إذا حسبنا RY وحسبنا الـ RX، ماذا نفعل الآن؟ سنعود إلى الشريحة السابقة أو التي قبلها ونعوض بالقيم المجهولة. طبعا مما سبق شرائح الشريحتين السابقتين، عارفين ان R تساوي R تربيع X زائد RY تربيع، اوجدنا RX مقدارا واوجدنا RY مقدارا، اذا بالتالي سنعوض في القانون لايجاد R، وتصبح قيمة R المحصلة هي عبارة عن الجذر التربيعي 7 من 10 تربيع زائد 35% تربيع، وتساوي 78% كيلو متر. لإيجاد اتجاه المحصلة، RX معلومة، RY معلومة، المطلوب منا الآن اتجاه المحصلة اللي هي عبارة عن الزاوية ثيتا. أخذنا سابقا أن اتجاه المحصلة ثيتا هي عبارة عن تان أنفيرس المركبة أو RY على RX. إذا سنأخذ الآن القيم ونعوض في القانون، فتصبح المسألة ثيتا هي عبارة عن تان أنفيرس RY على RX، ويصبح النتيجة هي عبارة عن هذا المقدار. إذن هذه هي عبارة عن الزاوية المحصورة ما بين R وبين محور X، هي 26.6 من 10 درجة. وفي الختام أسأل الله لكم التوفيق، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في الجزء الثاني من الفصل الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم مراجعة أحياء واحد. نبدأ بمراجعة الفصل السابع والذي يحتوي 4 دروس، سوف نقتصر على ماذا درسان فيها، وهي ديدان الفلطحة وديدان ماذا الأسطوانية. نكمل الديدان الرخويات والديدان الحلقية بإذن الله في المراجعة القادمة. نبدأ. ليست الأمنيات هي التي تحقق أحلامنا، ولكن تحويلها إلى خطوات فعلية. ملاحظة، يجب المتابعة للكتاب المدرسي لتثبيت المفاهيم. في مراجعة الفصل سوف نتحدث عن درسان، الدرس الأول هو الديدان المفلطحة، والدرس الثاني هو الديدان الأسطوانية والدوارات. سوف نعقد المقارنات فيما بينهما، وسوف نبني عليهما الشعاب المقبلة بحول الله وقوته. المراجعة القادمة سوف نتحدث فيها عن الرخويات وعن الديدان الحلقية، وسوف نعرف وجهات الاختلاف والفروقات فيما بينهم. أيضا سنلاحظ التطور والارتقاء وإبداع الخالق في ماذا في صنعه. نبدأ بالديدان المفلطحة، ماذا نريد أن ندرس فيها، ماذا نريد أن نعرف، أو ماذا نريد أن نحقق. أن نقارن تكيفات الديدان المفلطحة التي تعيش متطفلة والتي تعيش حرة، ماذا وهب الله سبحانه وتعالى للمتطفلة والتي تعيش حرة، وكيف هيئها للمعيشة في الوسط الذي تكون فيه. أيضا سوف نوضح كيف تحافظ الديدان المفلطحة على الاتزان الداخلي، ماذا وهبها الله، ما هو الجهاز الذي أعطاها الله أو الجزء الذي أعطاها الله لكي يساعدها على الاتزان الداخلي. سوف نقارن بين الطوائف الثلاث للديدان المفلطحة ونعرف الفروقات فيما بينهم. نبدأ مراجعة للتصنيف الحديث. للتصنيف الحديث 3 فوق ممالك، ما هي؟ فوق مملكة البدائيات، مملكة البدائيات تضم مملكة واحدة، فوق مملكة البكتيريا وتضم مملكة واحدة وهي مملكة البكتيريا، فوق مملكة حقيقية النواة وتضم 4 ممالك. أخذنا مملكة الطلاعي وانتهينا منها، وأخذنا مملكة الفطريات وانتهينا منها، وعرفنا ماذا ميزها الله سبحانه وتعالى بها، وما هي ماذا طوائفها المختلفة وشعبها. أيضا تكلمنا عن ماذا المملكة الحيوانية، المملكة النباتية سوف نأخذها لاحقا. المملكة الحيوانية وجدنا أنها قسمها بحسب ماذا الهيكل الدعامي الداخلي والخارجي، أو كما نقول وجود ماذا عمود فقري، فقسمت إلى لا فقاريات وماذا إلى فقاريات. السنة هذه بحول الله سوف نقتصر على ماذا اللا فقاريات. أخذنا الإسفنج وقلنا أنه أقلها تطورا، لماذا؟ أحسنتم رأيين، لأن لا يوجد له أنسجة ولا يوجد له تناظر. ثم ارتقلنا منها إلى ذات الأنسجة ذات التناظر، ولكن نوع أقل وهو التناظر ماذا الشعاعي، رائعين، وهي اللاسعات. ثم سوف نأخذ على حسب التطور والارتقاء الآن، كلما انتهينا كلما صعدنا سلم، في سلم تركيبات جسم الحيوان كلما وجدنا أنه أكثر رقيا، فنأخذ الديدان المفلطحة ونأخذ الديدان الأسطوانية، ثم نأخذ الرخويات، ثم نأخذ الديدان الحلقية ونعرف الفروقات فيما بينها، ثم نأخذ المفصليات، ثم نأخذ شبكية الجلد، ونصل إلى حلقة الوصل ما بين الفقاريات واللا فقاريات، وهي اللا فقاريات ماذا الحبلية. نبدأ بدراسة الديدان المفلطحة، ماذا سوف ندرس في الديدان المفلطحة بالضبط؟ التركيب، رائعين أيضا، ممتازين، التغذية والهضم والتنفس وطريقة الدوران، أي نقل الغذاء وطريقة الإخراج وطريقة الحركة وطريقة الاستجابة، وأيضا طريقة التكاثر والتنوع. تركيب الجسم، نبدأ بمعيشتها، معيشة الديدان ماذا المفلطحة تعيش في المياه العذبة، المياه المالحة، لها أكثر من ماذا من نوع، تعيش حرة وتعيش ماذا متطفلة. بالنسبة لتركيب جسمها نتتبع مستويات بناء جسمها، أحسنتم رائعين، نجد أنها ماذا عديدة خلايا كباقي المملكة الحيوانية، وأن لها أنسجة، وأنها ذات تناظر جانبي. كيف عرف أنها ذات تناظر جانبي؟ نلاحظ أن الرسم هنا أن لها رأس ولها ذيل، فذات ذات التناظر الجانبي الله سبحانه وتعالى منحها تمايز في الرأس، ولها منطقة ظهرية ولها منطقة بطنية، فنلاحظ هذا موجود في ماذا الديدان ماذا المفلطحة. عديمة التجويف، هي مفلطحة مضغوطة، فنجد أن الطبقة الخارجية والطبقة المتوسطة والطبقة الداخلية مضغوطة على بعضها، فلا يوجد بداخلها ماذا فراغ أو تجويف، بالتالي منع تكون أي أنسجة بداخلها. لكن وجدوا أنه
الله سبحانه وتعالى منح لها أسلوب خاص في طريقة التغذية، فوجدوا منها نوعين، منها ما هو حر المعيشة ومنها ما هو متطفل. فحر المعيشة مثل الدودة التي أمامنا وهي دودة البلانارية، لها بلعوم، أنبوب عضلي تخرجه خارج جسمها ثم تدخله. الأنبوب العضلي ما هي وظيفته؟ هذا أنها تفرز الإنزيمات على المواد أو الكائنات الميتة أو البطيئة الحركة، فتعمل على إذابتها ثم امتصاصها داخل هذا الأنبوب، فلذلك سمي بلعوم. بعد ذلك تبدأ بنقله إلى الخلايا فيهضم داخل الخلايا الغذاء. هذه بالنسبة لحرة المعيشة. هل المتطفلة تحتاج إلى هذا البلعوم؟ لا، لأنها ممكن نقول أنها تعيش داخل العائل، فيأتيها الغذاء مصنع جاهز، لا تحتاج إلا وسيلة إلى التثبيت في جدار العائل ووسيلة إلى امتصاص هذا الغذاء. فلذلك الله سبحانه وتعالى أوجد لها ممصات وماذا وخطاطيف. نأتي إلى التنفس. ما أن جسم مضغوط، هل لها أجهزة؟ هل يوجد فيها تجويف؟ لا يوجد فيها تجويف، فبالتالي لم ينشأ لديها جهاز. إذن كيف ينتقل الأكسجين بداخلها؟ بما أنه الخلايا قريبة من بعضها، فتبدأ ماذا؟ بتناقل مادة غذائية وتناقل مادة الأكسجين، فيكون التنفس عندها عن طريق ماذا؟ الانتشار، والدوران عن طريق ماذا؟ الانتشار. أما الإخراج، منحها الله سبحانه وتعالى عضو يساعدها، أو نقول خلية، لا يصل إلى مرحلة العضو، نقول أنه خلية تساعدها في عملية الإخراج، تسمى الخلايا اللهيبية. سميت بالخلايا اللهيبية لماذا؟ لأن يوجد بها أهداب، وهذه الأهداب لكي تطرد الفضلات خارج الجسم تتحرك بما يشبه لهب ماذا؟ السمع، فلذلك سميت الخلايا اللهيبية. طريقة حركتها فريدة ومميزة، فهي تتحرك من قبض وانبساط عضلاتها. إذا كانت حرة على الأسطح فهي تتحرك بماذا؟ بواسطة الانزلاق، بواسطة الأهداب، إفراز المخاط حتى يسهل عملية ماذا؟ انزلاقها على الأسطح. الداخلية أو المتطفلة تتحرك عن طريق الانزلاق عبر ماذا؟ سوائل الجسم وانقباض وانبساط عضلاتها. هذا بالنسبة لماذا؟ طريقة ماذا؟ حركتها. نأتي إلى الاستجابة. الاستجابة فيها في الساعات كان لدينا طريقة الاستجابة فريدة. في الإسفنجيات لم يكن إلا غلق الثغور وخلايا حسية فقط. في اللاسعات بدأ يتطور أصبح إلى شبكة. أما في الديدان هنا أصبح أكثر رقيا وأكثر تخصصا، فبدأت الشبكة العصبية أو الخلايا العصبية بالتجمع في حبال عصبية، وهذه الحبال العصبية تمتد على طول الحيوان على جانبيه، ترتبط بحبال عصبية مستعرضة وتنتهي بعقد ماذا؟ عصبية. الحرة يوجد لها بقع عينية لماذا؟ الإحساس بالضوء وتلمس احتياجاتها في الوسط التي توجد فيه. هذا بالنسبة لماذا؟ لما الاستجابة، إذن بالحبال العصبية والحرة بقع عينية. نأتي إلى التكاثر. تكاثرها جنسي ولا جنسي؟ لا جنسي عن طريق التجدد، بأن إذا قسمنا جزء منها ممكن أنه يحتوي كل الصفات، ممكن أنه ينمو ويعطينا كائن حي جديد. أيضا تتكاثر جنسي، وهي ومعظمها ماذا؟ خنثى، أي تحتوي على الأعضاء الذكرية والأنثوية بداخلها. أما التنوع تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاث ماذا؟ طوائف، طائفة التربلاريا وطائفة ديدان مثقبة وطائفة ماذا؟ ديدان السيستودا. نأتي إلى مقارنة فيما بين هذه الطوائف الثلاث، مقارنة سريعة. التربلاريا مثال عليها ماذا؟ دودة البلانارية، وهي تعيش معيشة ماذا؟ أحسنتم، معيشة حرة رائعة جدا. مثال عليها ماذا؟ البلانارية. الديدان المثقبة، وهذه ديدان فريدة مميزة متطفلة، تعيش معيشة متطفلة، تسبب الإنسان المرض وتضر فيه، ومنها دودة البلهارسية والدودة الكبدية التي ماذا؟ تؤثر على الكبد وتدخل إلى داخل الجسم عن طريق ماذا؟ أحيانا السباحة في الأماكن الملوثة والترع وماذا والبحيرات الملوثة والمستنقعات، فيمنع السباحة فيها لأنها تتكاثر في هذه المناطق فتنتقل لماذا للإنسان عن طريق أي جرح في جسمه. مثال عليها الشيستوسوما، وهي تحتاج إلى عائلين أثناء دورة حياتها. ديدان السيستودا أو الشريطيات، ومثال عليها الدودة الشريطية، وهي ديدان متطفلة. تمتاز بأن لها رأس، وهذا الرأس يوجد فيه الخطاطيف، نلاحظ الخطاطيف للتثبيت في جسم العائل، ولها ممصات حوالين هذا الرأس تستخدم في امتصاص غذاء ماذا؟ العائل.
جسمها مكون من قطع، وهذه القطع أنضجها أبعدها عن رأس الدودة. القطع هذه اللي تكون ناضجة توجد فيها ماذا؟ بويضات ناضجة، هذه البويضات قابلة للتكاثر. عندما تنفصل القطعة المحتوية على كل أعضاء التذكير والتأنيث والمواد الإخراجية وطريقة أعضاء جسمها، فإن يتغذى عليها الكائنات، تنفصل وتخرج عبر البراز، تسقط على مثلا الأعشاب أو النباتات، تبدأ بكائنات أخرى مثل البقر أو الغنم بالتغذي عليها، فتبدأ في الانتقال إلى ماذا؟ إلى اللحم داخل جسمها. وعندما تغذي على لحم هذه الأبقار أو هذه الحيوانات، فإنه إذا لم يطبخ جيدا فإنها تنتقل إلى الإنسان وتنتجه إلى الأمعاء الدقيقة، وتبدأ بماذا؟ بالتكاثر بداخلها. هذا بالنسبة لماذا؟ ديدان السوسودا أو الشريطيات. إذن الفروقات فيما بينها، التربلاريا هي الوحيدة حرة المعيشة والبقية ماذا؟ متطفلة وتسبب للجسم الأمراض. تقويم سريع، يصاب الإنسان بالبهاريس نتيجة ماذا؟ أحسنتم، هذه بعض الأسئلة التي وردت في التحصيل في سنة من السنوات، فنقول عن طريق ماذا؟ السباحة في المياه الملوثة. أكل محمد لحم بقر غير مطبوخ جيدا، ما الدودة المتوقع أن يصاب بها؟ أحسنتم، الدودة الشريطية. تستطيع الديدان المفلطحة الإخراج عن طريق ماذا؟ خلايا لهيبية، رائعين جدا رائعين. ننتقل إلى الديدان الأسطوانية والدورات أو العجليات. الأهداف التي سوف نحققها، أولا سوف نقارن بين خصائص كل من الديدان الأسطوانية والديدان ماذا؟ المفلطحة. نركز في هذه النقطة. أيضا نعرف الديدان الأسطوانية، نعرف الديدان الأسطوانية بطريقة حركتها لأن لها حركة ماذا مميزة. أيضا يقوم خطر الإصابة بديدان الأسطوانية الطفيلية، نشوف الأخطار بطريقة الوقاية منها. أيضا نبين أوجه تشابه الأخطار بينها وبين الدورات وديدان الأسطوانية، بين الدورات والديدان الأسطوانية ما الفروقات فيما بينهم رغم أنهم كلاهما كاذبة ماذا؟ التجويف. نبدأ نأخذ خريطة مفاهيم بنفس الأفكار الموجودة في الديدان المفلطحة، وسوف نقارن فيما بينها وبين الديدان المفلطحة. ما الأشياء التي أضيفت لها سبحان الخالق وأصبحت تميزها هنا؟ نتكلم عن التركيب الجسم، نتكلم عن التغذية والهضم، نتكلم عن التنفس، راح نتحدث عن الدوران، راح نتحدث عن الإخراج، وراح نتحدث عن الحركة، وراح نتحدث عن الاستجابة، وراح نتحدث عن التكاثر، وراح نتحدث عن التنوع. بالنسبة لتركيب الجسم، لو تتبعنا مستويات بناء جسمها، أولا راح نلاحظ على جسمها ماذا؟ ذات تناظر جانبي، وجسمها ماذا؟ أسطواني، ولكن أسطواني غير مقسم. ذات تناظر جانبي لاحظنا أنه ذات تناظر، أو أعطيناها هذه الصفة لأن لها رأس ولها ذيل، فذات التناظر الجانبي الله ميزها بماذا؟ بوجود رأس وماذا؟ وذيل، ومنطقة ظهرية ومنطقة ماذا؟ بطنية. هي أسطوانية الشكل ولكن غير مقسمة أو مجزة، فهذا جعلها أقل رقيا. فنبدأ بتتبع مستويات بناء جسمها، نجد أنها عديدة خلايا كباقي المملكة الحيوانية، ونجد أن لها أنسجة وهذا متضح من الصورة، أنها تناظر جانبي وهذا أيضا قلنا لأن لها ماذا؟ تميز في الرأس. لها تجويف جسمي ماذا؟ كاذب. ما معنى تجويف جسم كاذب؟ أي أن لها تجويف سيلومي موجود بين الطبقة الداخلية وبين الطبقة المتوسطة، مما أدى إلى الضغط على الطبقة المتوسطة فمنع تكون الأجهزة التي تنشأ من الطبقة المتوسطة، فيوجد فقط لها، سمح لها بنشوء ماذا؟ قناة هضمية. قناة هضمية تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشر كالأنبوب الممتد داخل جسمها فقط. لم يوجد لها أي تطور من ماذا؟ من الأنسجة أخرى تساعدها على ماذا؟ المعيشة، ولكنها تناسب ظروف المعيشة التي تحتاجها هذه الديدان لأنها معظمها ماذا؟ متطفل. طريقة التغذية، لها قناة هضمية بسيطة تبدأ الفم وتنتهي بماذا؟ فتحة الشر. التنفس والدوران والإخراج كما ماذا؟ كما الديدان المفلطحة. لنستذكر ماذا أخذنا في الديدان المفلطحة، لأنها لا يوجد لها تجويف حقيقي، فتجويف وتجويفها كاذب، فبالتالي نلاحظ أنه لم تنشأ عندها أعضاء، فبالتالي نبني عليها ماذا؟ طريقتها في التنفس والدوران والإخراج لم ينشأ لديها، فيكون عن طريق ماذا؟ أحسنتم، الانتشار، والدوران أيضا عن طريق الانتشار، الإخراج كما الديدان المفلطحة عن طريق ماذا؟ سنتم الخلايا اللهيبية. الحركة هنا نأتي للحركة تكون مميزة بما أن فيها تجويف، والتجويف مملوء بسائل، إذن
سوف انقباض وانبساط هذه العضلات سوف يؤدي إلى ماذا؟ الضغط على هذا السائل. هذا السائل يعطيها صلابة في جسمها ويسمى هيكل دعامي. هيكل دعامي ولكن هيكل دعامي مائي، وعند الضغط على هذا الهيكل الدعامي ماذا يحدث لها؟ تتلوى، وتسمى هذه الحركة بالحركة ماذا؟ المنجلية. نأتي استجابتها بنفس طريقة استجابة الديدان ماذا؟ المفلطحة. أحسنتم، لها حبلان عصبيان على جانبيها ترتبط بحبال عصبية مستعرضة تنتهي بماذا؟ بعقد عصبية. بالنسبة للتكاثر نجد أن تكاثرها ماذا؟ جنسي. تحتاج إلى عائلة وأكثر في فترة من فترات حياتها لماذا؟ للتكاثر. التنوع لها عدة أنواع، سوف نأخذ منها 5 أنواع، وهي الديدان الشعيرية، الديدان الخطافية، ديدان الإسكارس، ديدان الدبوسية، وماذا؟ وديدان الفلاري. وسوف نقوم الآن، نركز على الهدف هنا، سوف نقوم الآن الأخطار التي تصيبنا وطريقة الوقاية منها. نلاحظ الآن أن لدينا الديدان الشعرية، الديدان الخطافية، الديدان السكارس، والديدان الدبوسية، وديدان الفلارية. سوف نتعرف أولا على الديدان الشعرية. كيف تصيبنا الديدان الشعرية؟ أو من أين تأتي الديدان الشعرية؟ هل أحد عنده فكرة؟ أحسنتم، رائعين، من أكل لحم الخنزير وأكل اللحم الغير مطبوخ جيدا. لذلك نعرف حكمة الشارع بأن نحرم لنا حرم أكل لحم الخنزير. والديدان الشعيرية ليست الوحيدة، الديدان الوحيدة الموجودة في لحم الخنزير، هناك أنواع كثيرة ولكن هي ضمن دراستنا الآن، فهي تأتي من أكل لحم الخنزير وأكل اللحم الغير مطبوخ جيدا. أحسنتم، طيب كيف نقي أنفسنا منه؟ أحسنتم، باتباع الشريعة بعدم أكل لحم الخنزير، أيضا وطهو اللحم جيدا، رائع جدا. نأتي إلى الديدان الخطافية. الديدان الخطافية من اسمها خطافية، تختطف فرصتها أثناء مشي حافي القدمين على المناطق الملوثة. هذه تنتشر في ماذا؟ في البلدان النامية والبلدان الحارة التي يكثر فيها ماذا؟ التلوث، وتقل فيها مستويات ماذا؟ النظافة. تبدأ هذه الديدان بالدخول عبر الأقدام، تنتقل إلى الجهاز الدوراني، ثم تصل إلى ماذا؟ منطقة البلعوم، يبتلعها الشخص مرة أخرى فتدخل إلى داخل ماذا؟ الجهاز أو القناة الهضمية، وتسبب لها الأضرار أو تسبب الإنسان المرض، وتأتي من ماذا؟ من مشي حافي القدمين على الأسطح الملوثة. كيف نقي أنفسنا منها؟ رائعين، ممتازين، عدم المشي حافي القدم وعدم تعال أحذية الآخرين لأنها قد تكون ملوثة. نأتي إلى ديدان الأسكرس، وهذه الديدان هي أكثر ديدان ماذا قلنا؟ تصيب الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يستسهل أكل ماذا؟ ما هي الأشياء التي يستسهلها يحس أنها مفيدة لجسمه ويستسهل أكلها؟ أين موجودها؟ أحسنتم، الفواكه والخضروات. فعندما إذا لم تغسل جيدا قبل تناولها فإنها تصيبنا بديدان الأسكرس. أكثر الديدان أصاب الإنسان وتأتي من أكل الخضار غير مغسولة جيدا، ويمكن غسلها أيضا بالماء الدافئ حتى يزيدها ماذا؟ تعقيما ونقاوة. كيف نقي أنفسنا منها؟ من غسل الخضار جيدا. نأتي إلى الديدان الدبوسية. الديدان الدبوسية هذه أكثر ديدان تصيب الأطفال. نعرف أن الطفل في مرحلة من حياته يكتشف العالم كله بماذا؟ عن طريق فمه. هذا الصغار، الأطفال الصغار، فيضع أي شيء يجده يضعه في فمه، فلذلك ماذا؟ توجد هذه الديدان عليها. فعندما يبتلع الأشياء ممكن يكتشفها، الأطباق، الأغراض، يضعها في فمه، تنتقل هذه الديدان أو الأشياء الملوثة إلى داخل جسمه، وتبدأ تتكاثر في الجهاز في القناة الهضمية. ثم إذا نام الطفل تبدأ بالخروج، تسبب له حكاك في منطقة الشرج، تسبب التسلخات، تنتقل وتضع بيوضها أيضا خارج الجسم، وتضع بيوضها في المكان الذي ينام فيه. لذلك يجب الوقاية تنقية وتطهير المنطقة الموجود فيها، وأيضا المكان الذي ينام فيه، لأنه ممكن أنها تنتقل لآخر عن طريق ماذا؟ الملامسة لهذه الأسطح. إذن كيف تنتقل؟ تصيب الأطفال من الأشياء الملوثة التي توضع في الفم. طريقتها نضعه الانتباه للأطفال وتعقيم الأسطح، الانتباه للأطفال لأنهم أمانة ولا يعون ما أخطار التي تصيب وتحيط بهم. نأتي إلى ديدان الفيلاريا. ديدان الفيلاريا تسبب لنا داء من المسمى داء الفيل. أحسنتم، لماذا سمي بداء الفيل؟ من عنده فكرة؟ رائعين جدا، لأن القدم تبدأ بالانتفاخ
وتبدأ بماذا؟ بالخشونة مثل ماذا قدم الفيل، بسبب أن هذه الدودة تترك الجهاز الدوري عندما تدخل الجسم وتتجه الجهاز الليمفاوي، فتعمل على سد الأوعية الليمفاوية، وبالتالي استسقاء هذه القدم وامتلاءها بالسوائل ثم انتفاخها، وبالتالي تصبح القدم هنا أو امتلاءها غير ماذا طبيعي أو غير صحي. من أين تأتي؟ تسبب داء الفيل وينقلها ماذا؟ البعوض. أحسنتم راعين، تنقل عن طريق ماذا؟ البعوض. ينقلها البعوض ويسبب ماذا؟ عندما ينقلها يدخلها لداخل الجهاز الدوراني، تنتقل عبر سوائل الجسم من الجهاز الدوراني إلى الجهاز الليمفاوي، ثم تبدأ على سد ماذا؟ الأوعية الليمفاوية. طريقة القضاء عليه، بالقضاء على ماذا؟ على البعوض وردم البرك والمستنقعات، رش المبيدات الحشرية، ويعطينا بحول الله وقوته. نأتي إلى الدورات أو العجليات. الدورات من اسمها حركتها ماذا؟ طريقة حركتها ماذا؟ تستخدم ماذا؟ الدوران في حركتها. فنبدأ بشامل، مسح شامل لماذا؟ للتركيب الجسم، التغذية والهضم، كمقارنة، لأن سوف نقارن بينها بين الديدان الأسطوانية والدورات، بما أنها كلاهما كاذبة التجويف. سوف نتكلم عن التنفس، عن الإخراج، سوف نتكلم عن الحركة، سوف نتكلم عن الاستجابة، سوف نتحدث عن التكاثر، وسوف نتحدث عن التنوع. بالنسبة لتركيب الجسم، كما ماذا؟ الديدان الأسطوانية، رائعين، عديد خلايا ذات أنسجة، ذات تناظر جانبي، ذات تجويف جسمي ماذا؟ رائعين، جسمي كاذب. هذا سمح لها في التغذية والهضم بماذا؟ بنشوء قناة هضمية. أحسنتم، قناة هضمية تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشفة، بالتالي نبني عليها التنفس والدوران والإخراج نفس الديدان الأسطوانية، رائعين. تنفس انتشار، دوران انتشار، إخراج عن طريق ماذا؟ ها، خلية لهيبية، رائعين. أما الحركة هنا تمتاز حركتها بما أنها حرة، توجد في المياه، فبالتالي تحتاج إلى ماذا؟ وسائل إحساس عالية، أيضا تحتاج إلى وسيلة حركة فريدة، فهي لا تحتاج إلى التلوي أو الحركة المنجلية الموجودة في الديدان الأسطوانية، فإنما تحتاج إلى وسيلة للتنقل أسرع. فالله سبحانه وتعالى منحها ماذا؟ أهدابا تتحرك حركة دائرية، فبالتالي تساعد على التنقل، فتكون حركتها ماذا؟ حركة بواسطة ماذا؟ الأهداب. نأتي نلاحظ هنا الأهداب موجود على أعلى في الأعلى، وهذه تتحرك حركة سريعة دائرية مثل حركة ماذا؟ مروحة الهليكوبتر. أما الاستجابة، الاستجابة بنفس الطريقة، حبال عصبية حرة، لها بقع عينية، لها مجسات ماذا؟ حسية. نأتي إلى التكاثر، تكاثر جنسي بنفس طريقة الديدان الأسطوانية والتنوع، اكتشفت حديثا لها 1800 ماذا؟ نوع. هذا بالنسبة لماذا؟ الديدان الأسطوانية والدوران. وإذا عقدنا المقارنة نجد أنها تتشابه الديدان الأسطوانية والدورانات في معظم التركيبات ما عدا الحركة، أحسنتم، أنها تتحرك بماذا؟ بواسطة ماذا؟ الأهداب. وأيضا شكل الجسم، فالديدان الأسطوانية أسطوانية الشكل من مسماها مدبب الطرفين، لكن هنا شكلها يختلف قليلا، رائع جدا. نأتي إلى التقويم، الديدان الأسطوانية تشبه الديدان المفلطحة في ماذا؟ هل في خاصية التناظر الجانبي؟ أم أنها أسطوانية الشكل؟ أم أنها عديمة التجويف الجسمي؟ أم خاصية التناظر الشعاعي؟ الديدان الأسطوانية تشبه الديدان المفلطح. أحسنتم، رائع جميل جدا، في خاصية التناظر ماذا؟ الجانبي، رائع. الصفة التي تميز الديدان الأسطوانية عن الديدان المفلطحة، هل لا تملك جهاز دوراني، ذات تجويف جسمي متطفلة وحرة، تتكاثر جنسيا؟ رائعين رائعين، فالديدان المفلطحة لا يوجد لها تجويف جسمي، أما الديدان الأسطوانية ماذا؟ يوجد لها تجويف جسمي، ولذلك تختلف عنها. كيف تصيف ديدان الإسكارس الإنسان؟ وهي قلنا أكثر الديدان الأسطوانية التي تصيب الإنسان، رائعين رائعين رائعين، عن طريق ماذا؟ أكل الخضروات الملوثة، رائعين جميل. إن الرغبة المشتعلة
والشديدة هي القوة الدافعة التي تمكنك من التغلب على أي عائق يظهر في طريق. اللهم احفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه. آمين يا رب العالمين. نلتقي بكم بمراجعة قادمة بحول الله وقوته. أستودعكم الله.